واحنا شكلنا ما بقاش جميل، ما بقاش لطيف. فبعتقد انه دي يعني من الممكن ان تترك ذكرى جيده لدى اتحاد كره القدم المصري اللي هيغادرنا بعد شهر. شايف ايه؟ انا شايف انه خليني ارجع معاك بس الحته مهمه يا كابتن شوبير. اهم عنصر من عناصر اللعبه التحكيم. نعم، يمكن عنصر مهم يكاد يكون زيه زي اللاعب، يعني اكتر من لاعب، واكتر من لاعب. نعم. هو انا لغايه دلوقتي ليه مش عامله محترفين؟ ما اقدرش اجيب لهم فلوس؟ هقدر اجيب لهم فلوس. لا، في مشروع صغير انا اجيب لهم فلوس. لا، ما اعمل له راعي لوحده؟ لا، ما اقدرش. ازاي؟ انا بقول لك ما اقدرش. ليه؟ لانه والدليل ان الفلوس اللي بياخدها دي ما بيقبضهاش. يعني هو بياخده مثلا 5000 جنيه او 7000 جنيه في الماتش، ماشي؟ بيبقى متاخره سنه او سنه ونص وسنتين يا عادل. ما انا بتكلم على اللي المفروض يبقى كويس. حبيبي يعني مصر. انا نفسي اعمل المشروع ده. اعمل التحكيم يبقى محترفين. ماشي. الحكم ياخد له 20,000 جنيه في الشهر. ياخد له 20,000 جنيه في المباراة. انا موافق واجيبهم له من بره. واعرف اجيبهم من اي راعي بره. انت تخيل انت لما حكم. بص، كلمة راعي دي كلمة سهلة. تنفيذها صعب. انا كنت موجود في المطبخ. احنا لما رفعنا التحكيم انا وجمال الغندور ل 3000 جنيه الحكام ما صدقوش. عشان بس حضرتك تبقى وانا بقول كلام انا مسؤول عنه. أول من ساهم في هذا الأمر العبد لله اللي قاعد قدامك والكابتن جمال الغندور، وفضلنا نحارب لحد ما وصلناها لهذا الأمر، وعرفنا لأنه في يا كابتن عادل، أنا آسف هاخد منك دقيقة، متأسف جدا إذا أذنت لي يعني. كان الحكام هم الأندية هي اللي بتدفع فلوس الحكام. عارف في الجولات بتاعت الانتخابات فلقينا الأندية في الصعيد والوجه البحري ظروفها صعبة جدا، ما بتقدرش تدفع مصاريف تحكيم. فقلنا خلاص اتحاد الكوره هيتحمل المصاريف عن الانديه الفقيره. فجاه لقيت انديه الدوري الممتاز ما بتدفعش. تفهمني يا كابتن عادل؟ ما بتدفعش. قال لك لا، يطبق عليهم ما يطبق على الانديه دي، وقعدوا سنوات، قعدنا نحارب ونتخانق و لحد ما رجع تاني. قلنا نعمل حاجه لطيفه جدا، انك وانت بتسجل لعيبتك بتدفع فلوس الحكام. طب فبدات بقى ده بيخاف من ده وده بيخاف من ده، ده يدفع وده ما يدفعش، وده شغلانه وحدوته. انا ما اقدرش ادفع، انا هدفع 17 مباراه في مش عارف 20,000 جنيه ولا مش عارف ايه كل ماتش، دي ميزانيه، انت مدخلني في ميزانيه وحدوته ودوشه. فبدات الصهيانه، فبدات الحكام ما تاخدش، مع انه الفلوس بتدفع، لكن نادي بيدفع ونادي ما بيدفعش، ناديين بيدفعوا وناديين ما بيدفعوش. شغلانه صعبه. طب لا، انا بتكلم، انا دايما ما بتكلمش على الضعفاء، انا بتكلم على الاقوياء. انا بقول اتمنى اعمل كده. يعني انا واحد من الناس لو اديتني ملف التحكيم انا هجيب لهم اعلانات وهجيب لهم راعي وهوريك يا كابتن شوبير ان انا اجيبهم لك بكره واعمل يعني قدامك وعلى الهوا. هو انا مسؤول. اصل هي موضوع، تخيل انت راعي لما يشوف الاعلان بتاعه ساعتين في المباراه، الحكم بيبقى باين طول طول الوقت باين. هي بس الاراده يا كابتن. طب انا عايز اتكلم على القوه. هي الاراده. ماشي، سيبك من التسويق. ما هو لا، انا بتكلم على ان انا لو اديته رقم كويس الحكم هيحافظ عليه. يعني عادل لما ياخد له 5000 جنيه هيحكم وحش، لما ياخد له 20,000 جنيه هيحكم كويس؟ لا. اقول لك ليه؟ في خلل في المنظومه. هقول لك ليه؟ هقول لك ليه؟ لا، انا مش بتكلم دي بس. في خلل في ده هي بدايه المشروع كده، ان انا ادي له رقم كويس، ان انا حاسبه. حاسبه ازاي يا كابتن شوبير؟ بالورقه والقلم. انت دلوقتي هتلعب الاسبوع ده، لو خدت 6 من 10، لو خدت 5 من 10 مش تلعب الاسبوع ده، هيحكم كويس ولا لا؟ هيدي قرارات صح ولا لا؟ الحاجه الثانيه المهمه، انا قوي، الحكم برضو مش قوي في مصر. اول دوله من الدول القليله في العالم اللي بتنتقد الحكم في السوشيال ميديا. بره بس مش النقد كده، ده الدوري الانجليزي بيحمي الحكم. الرابطه في الدوري الانجليزي بتحمي الحكم، بتحميه. نعم. بيبقى في كوارث لكن بيتحمي. لكن خلينا نتكلم اللي ليهم واللي عليهم. هم بيخافوا من لون الفانلة، بيخافوا من الجمهور، بيخافوا من الحاجات دي كلها، ما عندهمش الطموح. ان طب ليه في تصفيات كاس العالم الحكم بيأدي كويس؟ اللي بقى في افريقيا كانت زمان التحكيم كان سيء، ليه التحكيم بقى كويس؟ علشان هو بيلعب كويس، عشان بياخد تقدير كويس، عشان يروح كاس العالم يلعب مباريات كاس العالم. ماشي، كل ده جميل. انا بتكلم بقى على قوة الإدارة يا كابتن. مفيش إدارة يا كابتن. ما احنا لو هم أقوياء مش هيحصل الكلام ده. بص يا كابتن، طول ما أنت اتحادك ضعيف، أنا بقولها طول عمري، لما الاتحاد بيبقى ضعيف
المنظومه كلها بتبقى ضعيفه. هم ناس يعني انا عايز مش عايز اغلط لانه انا تعبت من الموضوع ده اقل كتير قوي من انه يدير الكره المصريه. بكلمك بمنتهى الامانه قليلين قوي على ان يديروا الكره المصريه. يديروا الكره المصريه حاجه عريقه جدا. نجمين يا عادل، عندي كابتن حازم امام، كابتن بركات، وعلى فكره امكانياتهم رائعه اداريه واعلاميه ويعني كابتن كل انا حاجة. انا ما بتكلمش على دول، لا انا بتكلم دول الاثنين دول ما انا بتكلم على اللي ماسكهم فوق اللي فوقيهم. هم مجنبين طبعا الناس اللي فوق. يعني انا دلوقتي انا الاستاذ جمال علام بقاله قد ايه في اتحاد الكوره؟ دخل 3 سنين. وقبل كده خد له برضه 3 سنين. عمل لنا ايه؟ عمل لنا ايه؟ عمل حاجات كتير غلط كتير. بس هو مش الرئيس بس يا عادل، هي المنظومه بالكامل. ما اسمه الرئيس ليه؟ لا معلش معلش، وانا لو صالح سليم الله يرحمه هو الرئيس. لا 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 لا، انا بكلمك هو رئيس اتحاد الكوره. هيسمح لحد يعمل كده؟ لو حسن حلمي، لو 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 محمد حسن حلمي بتاع نادي الزمالك، ما هو ده كان راجل عظيم. محمد حسن حلمي بتاع الزمالك، نادي الزمالك، نور الدالي بتاع نادي. انا هجيب لك امثال من نادي الزمالك مش من النادي الاهلي وبس. انا بقول لك القائد اللي هو واحد زي رئيس الاتحاد ده لازم يشغل المنظومة كويس. لما أنا أبقى ضعيف كل المنظومة بتبقى ضعيفة.